وزارة التجارة تعتزم إعداد نص قانوني يسير نشاط الامتياز في الجزائر بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية. بسبب ارتفاع نسبة الفائدة وشبهة الربا، القرض الشعبي مهدد بالفشل بعد قرابة 7 سنوات من إلغائه بمقتضى قانون المالية التكميلي الصادر سنة 2009. دولياً، مخاوف من حدوث أزمة إنسانية في مدينة تعز بسبب الحصار الذي تفرضه الميليشيات الحوثية. أهلا بكم. بداية، ضمن زيارة تفقدية التي قامت بها وزيرة التربية نورية بن غبريط إلى ولاية أدرار، كشفت أن عدد المتمدرسين قدر خلال الموسم الدراسي الحالي لسنة 2015-2016 بأكثر من 8.5 مليون تلميذ. وأضافت السيدة بن غبريط أن دائرتها الوزارية تسعى من خلال التدابير المتخذة إلى ضمان بقاء التلاميذ داخل نظام تعليمي حتى نهاية مرحلة التعليم الإلزامية. وفي قطاع التجارة، تعتزم وزارة التجارة إعداد نص قانوني يسير نشاط الامتياز في الجزائر بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية، حسب ما أكده المدير العام للضبط وتنظيم النشاطات لدى الوزارة أيت عبد الرحمن عبد العزيز. أكثر تفاصيل في هذا التقرير. أكد المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات لدى وزارة التجارة أيت عبد الرحمن عبد العزيز أن وزارة التجارة تعتزم إعداد نص قانوني يسير نشاط الامتياز في الجزائر بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية، وذلك خلال ملتقى حول الامتياز كأداة للتنمية الاقتصادية الوطنية نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتنسيق مع برنامج تنمية القانون التجاري لكتابة الدولة الأمريكية للتجارة. وحسب متعاملين وقانونيين شاركوا في الملتقى، فإنه مع غياب نص خاص بالامتياز فإن هذا النشاط مرتبط بالاستيراد، ويعتبر الامتياز اتفاق تجاري تلتزم فيه مؤسسات صناعية أو تجارية أو خدمات تسمى مانح الامتياز بمنح مؤسسة أخرى تدعى مستثمر امتياز علامتها مقابل تعويضات، ويربح مانح الامتياز بعلامته الموزعة على المستوى الواسع، ومستثمر الامتياز يربح أيضا من خلال استغلال مبيعات علامة معروفة من خلال التكوينات المتواصلة الممنوحة من طرف مانح الامتياز. ولم يمنع غياب تأطير قانوني ملائم ظهور الامتياز في الجزائر منذ بداية سنوات 2000 خاصة في المجال التجاري والفندقة. وفيما يخص الفوائد التي يمكن للاقتصاد الوطني تحقيقها من خلال هذا النشاط، غير أن مستثمر الامتياز فهو يخضع لدفتر شروط يلزمه ببيع علامة مانح الامتياز بشكل حصري بفضاءات تستجيب لبعض المعايير، مع توظيف عمال أكفاء للحفاظ على سمعة علامة مانح الامتياز الذي يتلقى بشكل منتظم حواصل مستثمري الامتياز. بسبب ارتفاع نسبة الفائدة وشبهة الربا، القرض الاستهلاكي مهدد بالفشل بعد قرابة 7 سنوات من إلغائه بمقتضى قانون المالية التكميلي الصادر سنة 2009. لم تبلغ الحكومة تحقيق الهدف المنشود من وراء إعادة إطلاق القروض الموجهة للاستهلاك، والسبب في ذلك ارتفاع نسب الفوائد المفروضة من قبل البنوك باعتبار أن السلطات العمومية لم تحدد ذلك وإنما فتحت الباب أمام كل مصرفين. تفاصيل أكثر مع عمار إسماعيلي. على الرغم من أن الحكم على القرض الاستهلاكي سابق لأوانه، بالنظر إلى أن هذه الخطوة لم يمر على إطلاقها سوى بضعة أسابيع، إلا أن استياء المواطنين من نسب الفوائد المقترحة من قبل البنوك وعزوفهم على التوجه إلى استعمال هذه الوسيلة يهدد القرض بالفشل في وقت يفرض ضعف القدرة الشرائية للمواطنين مع بداية السنة الحالية المتزامنة مع تجسد الأزمة في شكل ارتفاع محسوس في أسعار المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك. وفي هذا الشأن يقول الخبراء إن تخوف المواطن من شبهة المعاملات الربوية بصرف النظر عن حجم نسبة الفائدة كبيرة كانت أم صغيرة هي كلها عوامل ساهمت في عدم نجاح القرض الاستهلاكي. وانتقد الخبراء رفض البنك المركزي السماح للمؤسسات المالية والمصارف بفتح نوافذ تتعامل بطرق بديلة تأخذ بعين الاعتبار احترام الشريعة الإسلامية، بالرغم من أن تحرير المبادرة في هذا المجال مربح من الناحية الاقتصادية للدولة والمؤسسات والمواطن صاحب الوديعة البنكية أو المقترض على السواء،
بغض الطرف عن الدواعي العقائدية ذات العلاقة. وهنا يطرح التساؤل عن السبب الحقيقي من وراء رفض الجهات الوصية تسهيل تنويع العروض البنكية التي تطالب بها حتى البنوك التجارية الأجنبية الناشطة في السوق الوطنية، اقتناعا منها بأنها تشكل خطوة بارزة لاسترجاع قيمة كبيرة من الأموال والإسهام بشكل مهم في استحداث ديناميكية في المنظومة المصرفية، خاصة وأن العديد من الدول العلمانية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية أو إنجلترا توجهت إلى تبني هذا الخيار وفتح باب المبادرة، فضلا عن الدول العربية الجارة كما هو الشأن بالنسبة للمغرب الذي يستعمل طريقة التمويل التشاركية. نفى وزير النقل بجمعة طلعي كافة الإشاعات التي تروج حول خصوصة المؤسسات العمومية للنقل بالسكة الحديدية وكذا الخطوط الجوية الجزائرية وتلك التي تعنى بالنقل البحري. تفاصيل أكثر مع أمل سايح. خلال زيارة عمل قام بها إلى ولاية البليدة، أكد وزير النقل بجمعة طلعي أن مشروع تعديل الدستور يحمي مؤسسات النقل العمومي من الخوصصة ويكرس مبدأ الملكية العمومية. كما أوضح وزير النقل على هامش معاينته لبعض المشاريع التابعة لقطاعه بالبليدة أن الحكومة وبالرغم من تقليص حجم الاستثمارات إلا أنها عازمة على مواصلة الاستثمار في المشاريع المبرمجة اقتصاديا وتنمويا. من جهة أخرى، فند المسؤول الأول عن قطاع النقل برمجة أي زيادات في تسعيرة النقل بمختلف أنماطه على مستوى المؤسسات العمومية بخلاف القطاع الخاص الذي سيعرف ارتفاعاً اعتبره بالطفيف في التسعيرة المحتمدة، وذلك بعد استكمال اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف أشغالها. توفي 31 شخصاً وأصيب 1020 آخرون بجروح في 906 حادث مرور وقع على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 من شهر جانفي الجارية حسب حصيلة أوردتها الثلاثاء مصالح الحماية المدنية. وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية معسكر بوفاة 9 أشخاص وجرح 38 شخصا إثر وقوع 14 حادثا. كما قامت وحدات الحماية المدنية ب 4480 تدخل خلال نفس الفترة لتغطية 3935 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر. دولياً، رغم استمرار القصف الذي تفرضه قوات التحالف العربي على الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع صالح بهدف إضعاف قدراتهم العسكرية، إلى أن هذه الميليشيات تواصل فرض حصارها على مدينة تعز للشهر التاسع على التوالي، إذ تخشى المنظمات الدولية من حدوث كارثة إنسانية بسبب نقص المستلزمات الأساسية للسكان المدينة من غذاء ودواء. تفاصيل أكثر مع مريم بن سليمان. نفذت اليوم طائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية هجوما على العربات العسكرية للمتمردين الحوثيين، جاء ذلك بعد ساعات من وصولها إلى محافظة مأرب قادمة من صنعاء. يأتي ذلك في وقت تجددت فيه الاشتباكات المسلحة بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح في محافظتي تعز ولج. وفي ظل هذه التطورات يستمر حصار الحوثيين للشهر التاسع على التوالي. وحسب منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة في اليمن جيمي ماكلودريك الذي قام بجولة إلى المدينة، أكد على إثرها أن هناك حاجة ماسة لإدخال غذاء ومواد أساسية لسكان المدينة التي تعاني من نقص حاد في المياه والوقود أيضا. وأضاف ماكلودريك أن هناك صعوبة في إدخال مواد الإغاثة إلى 3 مناطق في المدينة خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن المستشفيات لم تسلم من القصف. من ناحية أخرى، عبرت السلطات المحلية بمحافظة تعز عن خيبة أمل من تقرير وفد الأمم المتحدة الزائري حول الأوضاع الإنسانية في المدينة المحاصرة الذي ساوى بين الضحية والجلاد. وتشير تقارير إلى أن هناك نحو 25 ألف شخص محاصر داخل المدينة من قبل ميليشيا الحوثي وصالح. الحكومة النرويجية تفتح مدارس خاصة للاجئين العرب والأفارقة لتلقي دورات تثقيفية خاصة حول الثقافة الغربية نتيجة لحالات التحرش الجماعي التي سجلتها أوروبا مؤخرا وتحديدا في احتفالات رأس السنة. أكثر تفاصيل مع سميحة غواط. مختصرات دولية جمعتها لنا زهرة السعدي.
نستهل مختصراتنا الدولية بسوريا، حيث كشف مسؤول حكومي سوري أن 17 شخصا على الأقل قتلوا بتفجيرين انتحاريين استهدفا حاجزا عسكريا في مدينة حمص. وأوضح المحافظ أن عناصر الحماية على الحاجز أوقفوا سيارة تنتحل صفة أمنية بهدف التفتيش، وبعدما ترجل شخص منها أقدم من بداخلها على تفجير نفسه داخل السيارة، ما تسبب بمقتل 17 شخصا بينهم ضابطان ومجندان. وفي الشأن الفلسطيني، أعلنت ناطقة باسم مستشفى هداسة التابعة للاحتلال الإسرائيلي في القدس أن صهيونية في 24 من العمر كانت أصيبت بجروح خطيرة بعدما طعنها فلسطينيان في مستوطنة قرب رام الله، وذلك قبل أن يقتل حراس المستوطنة الفلسطينيين. وأفادت الشرطة الصهيونية أن المهاجمين الفلسطينيين هما إبراهيم علان 20 عاما وحسين أبو غوش وهو فتى، ويعد هذا الهجوم هو الثالث داخل مستوطنة في 8 أيام. إلى ماليزيا، عثرت السلطات الماليزية على 13 جثة يعتقد أنها لأندونيسيين على ساحلها الجنوبي في ولاية جهور، حسب ما أفادت به وكالة برناما الرسمية. وأضافت الوكالة أن الجثة عثر عليها عند بندر بنوارا كانت تحمل مهاجرين غير شرعيين قرب منطقة كوتاتينجي على ساحلها الشرقي للبلاد. وأفادت السلطات في جاكرتا أن القارب انقلب بعد أن ضربته الأمواج العاتية. أعلنت شبكة فيسبوك الخميس عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة تحمل عنوان فيسبوك سبورت ستاديوم، مخصصة لنشر الأخبار وتشارك الأحداث المتعلقة بالرياضة. كما تقدم هذه المنصة الإلكترونية تحديثات مباشرة عن نتائج المباريات في المنافسات المختلفة. تفاصيل أكثر مع محمد خلاف. فيسبوك سبورت ستاديوم هو عنوان المنصة الجديدة التي أطلقها موقع فيسبوك المخصصة لنشر الأخبار وتشارك الأحداث المتعلقة بالرياضة، حسب ما أعلنته شركة فيسبوك الخميس الماضي. وتقدم هذه المنصة الإلكترونية تحديثات مباشرة عن نتائج المباريات في المنافسات المختلفة، فضلا عن منشورات الأصدقاء والمعلقين ومعلومات للراغبين في متابعة المباريات مباشرة. وأشار مسؤول المنتجات في فيسبوك ستيف كافكا في رسالة عبر مدونة المجموعة إلى أن المنصة الجديدة ستكون مكاناً مخصصاً للاستمتاع بتجربة الرياضية في الوقت الحقيقي مع أصدقائكم والعالم. وأضاف: مع 650 مليون محب للرياضة، تمثل فيسبوك أكبر مدرج رياضي في العالم. الناس يلجؤون أصلاً إلى فيسبوك للاحتفال والانتقاد وتبادل الأحاديث السلبية عن الفرق الرياضية مع أصدقائهم والمشجعين الآخرين. ولفت كافكا إلى أن المنصة الجديدة تمثل موقعاً مخصصاً للرياضة، يعطيكم انطباعاً بأنكم تشاهدون المباراة مع أصدقائكم حتى في حال لم تكونوا معاً، وفقاً لما ذكرت فرانس بورس. وسيبدأ تطبيق هذه الخدمة الجديدة على مباريات كرة القدم الأمريكية على أن يتم توسيع نطاقها ليشمل رياضات أخرى حول العالم مثل كرة السلة وكرة القدم. وباتت متوفرة أيضا لمستخدمي تطبيق فيسبوك على هواتف الآيفون على أن تشمل قريبا الأجهزة العاملة بأنظمة التشغيل الأخرى في الأسابيع المقبلة بحسب كافكا. عودة إلى أخبار الوطن وفي الرياضة، عقبت لجنة الانضباط على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لاعب مولودية الجزائر خير الدين مرزوقي بأربع سنوات بسبب تعاطيه مواد محظورة ليتكرر بذلك سيناريو بالليلي. مزيد من التفاصيل مع محمد خلاف. تتواصل المهازل في كرة القدم الجزائرية في زمن الاحتراف عفوا الانحراف، حيث لا تمر مهزلة إلا وتتبع بأخرى، وكأن قدرنا المحتوم ارتبط بعالم الفضائح والمهازل بعيدا عن أسمى معاني الرياضة، خاصة الساحرة المستديرة من روح رياضية عالية وأخلاق فاضلة. فبعد فضيحة اللاعب يوسف بالليلي الذي عوقب بثمان سنوات لتناوله مواد محظورة، أتى الدور هذه المرة على مهاجم العميد خير الدين مرزوقي الذي عوقب بأربع سنوات كاملة للغرض نفسه في انتظار لاعبين آخرين لم تطلهم مقصرة اختبار الكشف عن المنشطات. ليتساءل الجميع من أين أتت هذه الظاهرة الدخيلة على الكرة الجزائرية، وماذا لو عمم الاختبار على جميع اللاعبين وعدم الاكتفاء بعينة فقط في أغلب المباريات،
حينها ستكون الكارثة أعظم والطامة أكبر لحالات كثيرة لم يكشف عنها بعد. الجميع في بيت العميد استبشر خيرا بقدوم مهاجم وهداف سري غريزان السنة الماضية، ليصبح المهاجم رأس الحرب الذي يعول عليه شناوى لدك شباك خصومهم، لكن لا روح المهنية ولا عراقة نادي كبير كالعميد ولا حتى عقوبة بليلي أثرت في اللاعب الذي ضرب جميع الأعراف عرض الحائط ليتم إثبات حالته في الأخير. وإن تخلى رجل القانون عن المحاماة ليتحول لكرة القدم التي اعتبرها حلم حياته، فما منعه للانصياع لقوانين وأخلاقية الكرة؟ فرجل القانون أول من يحترم ويطبق القانون. ويبدو أن عقوبة الإيقاف لن تكون رادعا للكثير من الرياضيين للحد من ظاهرة وداء خطير يفتك بأبنائنا وشبابنا، بل آن الأوان لتجديد العقوبات وتحديد استراتيجيات واضحة المعالم والأهداف لإزالة الورم واستئصاله بدل الاكتفاء بالحلول الترقيعية والآنية. فحتى وإن تمنينا أن تكون حالة بالليل عبرة للرياضيين، فإن الواقع أثبت أنها بداية لمسلسل الكشف عن حالات كثيرة مرتقبة في قادم المواعيد، وما سيناريو مرزوقي ببعيد. بأخبار الرياضة نأتي إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. وزارة التجارة تعتزم إعداد نص قانوني يسير نشاط الامتياز في الجزائر بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية. بسبب ارتفاع نسبة الفائدة وشبهة الربا، القرض الشعبي مهدد بالفشل. بعد قرابة 7 سنوات من إلغائه بمقتضى قانون المالية التكميلي الصادر سنة 2009، دولياً مخاوف من حدوث أزمة إنسانية في مدينة تعز بسبب الحصار الذي تفرضه الميليشيات الحوثية. شكراً لكرم المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات الطاقم العامل معي، في أمان الله.